مصري ما شاء الله صلى بجنبي في الحرم كل ما يجي خمس وست سنين ما شاء الله متربع ابوه هنا وانا بجنبه سلمت عليه قلت له يا ابني قال كويس يا عمو قلت ما شاء الله عليك ان جاي تصلي من مصر قال ايوه انا من مصر ابوي كمان من مصر قلت كذا ابوي كمان من مصر قلت انا عساك تحفظ قران قال اي والله يا عمو احفظ قران قلت ايش تحفظ؟ قال انت قول قلت شنو اقول؟ قال انت قول لي أصور. انا اكمل اي قول لي سوره وانا اقول لك فقلت انت حافظ تبارك؟ قال ايوه يا عمو احفظها قلت يلا اقراها متربع ما شاء الله عليه المصري الغليل اعوذ بالله من الشيطان ولا صوته جميل ولا الحصري ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ويقرا الله عشر ايات ما شاء الله حتى بالتوجيه قلت حسبك يا بني حسبك يا بني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يوفقك يا بني اصلح ايش اسمك قلت اعطيه طلع له 100 ريال طلعت له قلت خذ يا ابني انت تستهدي دي هديه يوم اعطيت قال عمو عاوز اقرا تاني